جنس شجري من الفصيلة الصفصافية، خشبه لين وتسهل معالجته. يستعمل في صناعة الأثاث واللوازم الخشبية. في تقريرنا اليوم سنتحدث عن شجرة الحور. يصل ارتفاع بعض هذه الأشجار إلى 30 متراً، وهي مقاومة للرياح الشديدة، كما تتحمل حرارة الصيف وبرودة الشتاء، ولكنها لا تتناسب مع الأتربة الغدقة المالحة، وتتطلب تربة خصبة نفوذة ومياها وافرة وإضاءة قوية. تعتبر شجرة الحور مصدر رزق للأهالي في القرى المحاذية لنهر الفرات بريف جرابلس، حيث تكثر زراعتها بالقرب من نهر الفرات لأنها تحتاج كمية وافرة من المياه. يستمر عمر الشجرة لمدة 6 سنوات، وبعدها تقص ويتم تسويقها وبيعها، حيث تستخدم أخشابها في الأثاث المنزلي أو في بناء الأسطح في البيوت الريفية. تعد مصدر رزق جيداً للأهالي في قرية الجمل القريبة من مدينة جرابلس، حيث يتم زراعتها بكثافة في هذه المنطقة. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.